رجعنا لكم من جديد بأجواء مطبخ يوم جديد، ورح ناخذ مع بعض مقادير وصفتنا التالية والمنقوشة المشخفف. يلا خلينا نكون شعورك غير ومختلف لما بكون عندك المصور يهز على لازم صورناهم الزملاء هم مبسوطين عم مقادير على الشاشة. رح يكون طبعا معنا أكيد على العجينة القطنية وزيت زيتون زعتر بلدي دبس رمان للتقديم، ورح يكون معانا للخلطة زيت زيتون، بصل مفروم، بندوريا مفرومة، بقدونس مفروم، ملح، فلفل وسمنة. الله، بس شو اسمه، قرأت سمنة عرفت انه هيك في حتى يكون طعمة حموضة. اشي مش طبيعي. الله عليك. يلا حلا يلا نجرب. زيت زيتون، بصل مفروم، وقول علماء قالت، وشوفي ابو العيال اذا ما قال لك يا سلام، الله يسعد هالايدين ومحلاها. عمتي يعطيكي العافيه. وايش يا مدامتي، انت مدلليتني، الله يعمر البيوت. صدق. يا امين. هاب حرام، انتوا دائما ظالمين الزلام يا جماعه، طولوا بالكم شوي. زيت زيتون وبصل مفروم وبندوره مفروم، لهون الوضع قلايه. ها رح اروح اقلبهم هيك مع بعض واخليها بس ايش يعني هيك شوي تتسبك مع بعض. انا ما بدي اياها تقبل تصير قلايه، لانه بدها تفوت فرن، فهي تحت الفرن رح تكمل وتنزل سوائل البصل والبندور. اذا انا بس بدي هيك شويه تشويحه. بعدين رح اروح هذا الشكل انزل عليها بقدونس. بسم الله. وسماء، شوفي هالخلطه، اشي ما صارش صدق كثير زاكي. يعني انا لما اعملها في احتفال بيكون في البيت، ملح وفلفل من الكسيح رح نحط. ومعك يا أمر أي أسئلة؟ يلا إذا في أسئلة وفي مشاركات رح ناخدها مع بعض. ووردة بتقول صباح الخير سهام، صباح بدو يسعد صباحكم. وعطر شم تقول صباح الخير. بقولوا لك شوف علا، في بديل للفطر؟ فطر معلب أو طازة؟ ممكن أنت تستخدم فطر معلب أو طازة، وفي ناس ما بيحبوه أصلاً فما بيستخدموه. أم مصطفى بتقول صباح الورد والياسمين. أبو نهار بيقول صباح الخير. لطيفة حوامدة بتصبح علينا. نور عبد الرحيم بتصبح علينا كمان، يسعد صباحكم جميعاً. سهام تقول صباح الخير. وكمان معنا أحمد الخلايلي بيصبح علينا. هنادي الأكرم تقول قدي درجة حرارة الفرن؟ 250، مش عالية ومش يعني، خلي الفرن محمى مسبقاً. شكراً على السؤال. عشان ما يسحب طراوة العجين. وبالوسط. هلا انا بدي اعمل منقوشه، المنقوشه بدها زعتر، هستخدم زعتر زاكي. استخدمي زعتر منيح عشان تطلع امورك طيبه. واستخدمته من الكسيح، حتى اسمهم عنده ايام زمان، وهو زعتر اكسترا من عند الكسيح. هيو تمام، هيو زاكي هيك ولطيف. وبعدين للمنقش كمان كثير 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 طيب. حط عليه زيت زيتون كما جرت العاده. تمام. حركهم مع بعض، شايفين انا بحرك بعدين بزيد زيت، ما بدي اياه يكون زيت غرقان. المنقوشه هاي بدها قوام يكون زي عجينه زعتر دقه. ها شوفي عندي قديش حجم للرغيف كبير. نقدر نستخدم زعتر الدقه الحمراء بدل الاخضر شكلها؟ طبعا كثير زاكي عشان حموضته، ما هي احنا هاي الخلطه فيها حموضه. اذا زعتر وزيت زيتون بهذا الشكل. رح اروح احركهم، والخلطه عندي عم تتسبك على الغاز. ارجع اعلي عليها شوي هيك. تمام يا قمر. تمام. بعدين رح اروح اجيب عجينتي وقولها تفضلي على الساحه. بروس اصابعي رح اطلع الهواء من عجينتي اللي خمرت وجهزت. شايفين هذا الشكل، شايفين العجينه بتلعب لعب في ايدك، ما رح تغلبك حتى للسنبن. كثير زاكي، جربوها وادعوا لي. تمام. هلا بنروح بننزل خليط المنقوشه او الزعتر من الكسيح هيك، بروح بفرشهم. يلا يا قمر معك. يلا معانا مشاركات من مريم بن ياسين بتقول صباح الخير. ام روعه بتقول بدي اعمل بيتزا. يلا صوري لنا وفرجينا. بسام بيقول يعطيكي الف عافيه. وزهره بتقول صباحكم ورد. اريام الخلايله بتقول يسلم ايديكي ست علا، شغلك روعه. وزينب بتقول صباح الخير. حياه الجبالي بتصبح علينا، يسعد صباحك. ومعانا ام حمزه بتقول صباح الخير. هدى كريشان بتقول صباح الفل والياسمين. ام يارا بتقول صباحكم ورد وفل. ياتنا لام يارا. ولورا الكسوان تقول صباح الخير شف علا.
رنوس بتقول يمي يا شف علا روعة، وعن جد هي يمي. نعم. معنا كمان سعاد بتصبح علينا بتقول لك شو اسم الكريمة لو سمحتي تحت الهواء. تحت الهواء أقولكم هلا بصور لكم من الثلاجة عندي واحد سبير. هدى كريشان صباح الفل والياسمين. أم فادي حبايبي بتقول صباح الخير والبركات، يسعد صباحك يا رب. أحلام بتقول صباح الخير. ومين كمان معنا؟ وليد عباسي قال بيقولوا لك حتى المنقوشة أجواءها غير بمطبخ يوم إحنا جديد. إحنا سوينا منقوشة مارغريتا بشو اسمه بمطبخ يوم جديد، وللأمانة مش يعني أعود بلا من كلمة أنا الكل خير وبركة، بس ما صادفت حدا عملها قبل هيك، فكانت علامة ليوم جديد اسمها منقوشة مارغريتا. شوفوها على اليوتيوب صراحة إشي خطير. هلأ هاي الحشوة بس أنا تبلتهم مع بعض، بروح على الفرن وبس تطلع من الفرن ترم بتصير زي المحمرة. الله. تقريبا زي المحمرة. لما بتطلع بنزل عليها دبس الرمان. اتفقنا؟ هيك كتير تفعلا. هاتي أورجي كده. لا لا مش عادي الفخامة، اسمحوا لي أقولكم يعني هاي أذكى منقوشة شفتها بحياتي. زاكية 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 زاكية. أنا بقول زاكي من غير ما أدوق، فتخيلي يعني. شوف يسويها لأبو العيال وعلي إذا ما قال لك يلا تفضلي. طبعاً ريحة الزعتر غير شكل. يلا بعدين سهلين الوحدة بتقدر هيك تتفنن تقول أنا ست بيت شاطرة من خلال البيتزا. مارغريتا اللي بيجربهم بيدرك تماماً إنه المناقيش زمنها ولا وراح، مع إنه المناقيش إلها خصوصية خصوصاً يوم الجمعة. فأنا يعني هيك بحب دائماً أقدم مجرد أفكار مش أكتر للسيدات، ممكن تعجبهم ممكن لا، بس أنت دائماً دوري على اللي بيرضي أهل بيتك بالأول وبالآخر. وصحة وهنا على قلبكم. دبس رمان ورشة بقدونس للكتاكيت لغايات الديكور طبعا، وصحة وعافية. رح ناخذ مقادير ننهي خلص. بيتزا روبيان نسويها يوم تاني خلص الوقت. معلش أنا أخذت راحتي زيادة اليوم وعطيتكم 6 وصفات لأنه الوقت مستحيل يغطيهم، ولكن نعملكم إياها مرة تانية خالص. يعطيكي ألف عافية يا شف. الله يعطيك العافية. شكرا لكل المشاهدين على حسن المتابعة. يعني كان يوم مليء بالمواضيع والضيوف الكرام. اليوم الخميس نهاية الأسبوع، بتمنى لكم أكيد عطلة مع العائلة تكون مليئة بالخير والرضا. ورسالة الختامية لكم لليوم إنه دائما الخوف ما بمنع الموت، لكن دائما يوقف الحياة. دمتم سالمين، أراكم في حلقات قادمة. تحية من القلب، في أمان الله. الله يعطيك ألف عافية. اليوم عملنا إحنا وياكم العجينة القطنية وأربع أنواع تحديدا من أنواع البيتزا. ما رح أطول عليكم كتير، عيدوا الحلقة للي راحت عليه وجربوها. وصفات كتير زاكية، مش بنعبي فراغ وبنروح إشي زاكي، وإن شاء الله رح يعمل تغيير في مطبخك. نهاية أسبوع سعيدة وأيام جميلة بتمناها لكم. سأتوجه الآن إلى الصلت لغاية ما رح أخبركم عنها من خلال تطبيق الفيسبوك. أهلا وسهلا فيكم ومع منقوشتنا. صباحكم عسل. باي باي.